لنا أسرا كل البدور هلت البشرى علينا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. محتاج لك يا رب. احنا في محتاج لك يا رب بنتكلم عن معنى الافتقار لله سبحانه وتعالى. كل واحد مننا محتاج ربنا سبحانه وتعالى، على عكس المستغني. زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل أمر الدين ده كله يتلخص في ثلاث حاجات، قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. المفتقر لربنا سبحانه وتعالى هو ده التقي. وكلنا محتاجين حاجات كتير قوي من ربنا سبحانه وتعالى، وما نستغناش عن ربنا أبدا. النهاردة عايزين نناجي ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، وهو بيقول لك محتاج منه شيء. هل من سائل؟ احنا النهاردة مسألتنا قلب يحبك يا رب، قلب يحبك يا رب. قلوبنا زاغت، قلوبنا فيها أثر الذنوب والمعاصي، عشان كده بنصلي القيام، بنصلي التراويح، بنناجي ربنا، بنصوم على مدى الثلاث أيام اللي فاتت، لكن لسه ما حسيناش بمعنى التقوى، لسه القلوب ما بقتش مقبلة على ربنا بالشكل المطلوب. عايزين قلوب جديدة، عايزين قلوب تحبك يا رب. نعمل زي حكيم ابن حزام لما كان يطوف حول الكعبة وكان يقعد يقول: نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه، نفسي في قلبي يحبك يا رب. بيحكي ابن القيم في كتاب روضة المحبين عن واحد حب امرأة، فقعد يقول لها: ما أجملك، ما أحلاك، ما كذا ما كذت. قالت: انظر ما هذا الجمال، وأشارت إلى ناحية فالتفت. قالت: يا كاذب، لو أحببتنا ما التفت. هو ده، طول ما قلوبنا ملتفتة لأشياء ومزوغة في حاجات، حب ربنا سبحانه وتعالى في القلوب ما بيبقاش وصل للدرجة المطلوبة. عشان كده احنا محتاجين، محتاج لك يا رب، محتاجين قلوب تحبك حب حقيقي يا رب. أكيد في القلوب حب، أكيد في القلوب رغبة، أكيد في القلوب هذا المعنى، لكن مش بالدرجة الكافية. عشان كده احنا عايزين النهاردة نحس المعنى ده لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ مين غير ربنا يرد إلينا قلوبنا؟ كانت المرأة تقول: يا ذلي بعد العز، يا وحشتي بعد الأنس، يا فقري بعد الغنى. فقيل لها: أشيء فقدتيه؟ قالت: وأي مصيبة أبلغ مما أنا فيه، ده أنا عندي مصيبة كبيرة جدا. قالوا: وأي شيء؟ قالت: وهل من مصيبة أعظم من فقد القلوب لقرب المحبوب؟ كان لي قلب ففقدته، كان لي قلب ففقدته. محتاجين قلوب، قلوب تحبك يا رب. محتاج لك يا رب، محتاج الأنس بيك لوحدك يا رب. يا رب قلوبنا
ذاقت معنى الحرمان لما اتحرمت من الوصال بك يا رب، لما اتحرمت من إحساس القرب منك يا رب، لما تعلقت بغيرك يا رب. ومن أحب أحدا سوى الله عذب به ولا بد. القلوب دي لما التفتت للمرأة والدنيا والفلوس اتعذبت. وأعظم الحرمان حرمان العبد من القرب. عشان كده احنا محتاجين نجمع قلوبنا وناجي ربنا سبحانه وتعالى على معنى الافتقار والانكسار اللي احنا بنتعلمه في محتاج لك يا رب، ونناجيه بقلب مستشعر للحرمان، حاسس انه بعيد، حاسس انه مش لاقي طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان. فمحتاجين نقول له يا رب يا رب لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك. تعالوا النهاردة نتعلم إزاي نناجي بهذا المعنى، إزاي نتواصل بالله من خلال هذا الدعاء. وإحنا كل مرة في محتاج لك يا رب نشوف مشكلة. النهاردة مشكلة بعاد القلب، مشكلة القلب المشغول بأشياء كثيرة، القلب اللي موصول بالدنيا ومقطوع عن ربنا سبحانه وتعالى. المشكلة دي أحلها إزاي؟ ببلسم من بلسم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عايزكم تكتبوا معايا، وعايزكم تعيشوا في رياض المعاني دي واحنا في الثلث الأخير واحنا في وقت السحر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء، انه العبد يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. قال يا شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك قلب سليم يا رب، قلب طاهر يا رب، قلب يوضع فيه حبك يا رب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. اوعى يكون اتاخد منك الإيمان وانت مش داري. عارفين سفيان الثوري لما بكى عند لحظات الأنفاس الأخيرة قالوا له خايف من المعاصي؟ قال عفو ربنا أعظم، إنما أنا خايف أن أسلب الإيمان. اوعى يكون حب ربنا ويكون معاني الإيمان اتسلبت من قلبك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. عارف وأسألك قلبا سليما، عارف تحلها ازاي وتعالج المعنى ده ازاي وتوصل لمحتاج قلبي يحبك يا رب ازاي؟ لما تسمع ربنا في سورة الأنعام ويقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. عارف ايه الحل؟ الحل ان انت تاخد معايا القرار دلوقتي اول مرة، ان انت لو حسيت باللي انا بتكلم عنه ده في حياتك، في تجربة عاطفية مريرة، في واحد بذلت ليه وكنت من اوفى الناس ليه، ما دقتش مرارة انعدام الخل الوفي،
ما دقتش مرار ان انت تعطي قلبك لغير ربك، ما دقتش مرار ان انت تعلق قلبك بغير ربك. لو دقت المرار ده، لو حاسس بالمشكلة دي حلها، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. عايزك تاخد قرار دلوقتي، والقرار ده إن القلب ده لن يفتح إلا لله. وعشان كده حنتعبد ربنا، وفي كل حلقة، الحلقة اللي فاتت قلنا اسم الله البر، وعشنا في معنى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر. والنهاردة عايزين نعيش معنى اسم الله الفتاح. لو قلبك مقفول، لو قلبك زائغ، لو قلبك مصاب بالتشتت وحاسس بالحرمان، لو عايز قلب مقبل على الرحيم الرحمن، ادعي باسمه الفتاح. أسألك يا رب أن تفتح مغاليق قلبي. يا رب افتح قلبي، افتح قلبي لحبك، حبك وحدك، ولا يكون في قلبي حب إلا ليك يا رب. عشان كده هتسأل ربنا النهاردة زي ما النبي علمنا، وهتقول له يا رب يا رب يا أعظم من سئل، يا أكرم من أعطى، يا رب يا ودود، يا من يتودد إلى عباده الصالحين حتى يطيعوه، يا رب أسألك قلبا سليما، قلبا يحبك ويخشاك، قلبا يجلك، قلبا يعظمك يا رب. قلبي يا رب، رد لي قلبي يا رب، قلبي يا رب، رد لي قلبي يا رب. اجعل قلبي عامر بذكرك، اجعل قلبي متحبب لقربك يا رب. يا رب أسألك قلبا سليما. أول حاجة في الوصفة قرار، قرار في الحال. هتتصدق بصدقة كبيرة عشان تخلص نفسك من أسر شح النفس؟ يا ترى هتتصدق بصدقة برهان للإيمان، قرار كما لم يؤمنوا بها أول مرة؟ لا، أول مرة. هتاخد العهد والوعد، وهتبقى وبعهد الله أوفوا، وهتبقى الوفي مع ربنا، وهتوفي بالعقود، أوفوا بالعقود، وهتوفي بعقد الإيمان مع ربنا. ومن اللحظة دي مش هتسمح لمخلوق إنه يخالط حب ربك في قلبك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. تعرف تقوم تصلي بمعنى وعجلت إليك ربي لترضى كما لم يؤمنوا به أول مرة، تتعجل تقوم تقول له إليك جئت يا ربي يا سيدي ويا مولاي، وتمرر على قلبك إحساس قد إيه أنت مفرط في حقه، وقد إيه أنت عملت أشياء أبعدتك عنه، وقد إيه أنت نادم على كل ذنب أخطأت في حقه. تفتكر ذنبك وتفتكر إحسانه، وتروح له مكسوف خجلان، مش عارف تقول له ايه، مش عارف تقول له ايه. والله يعلم ما في قلوبكم، عارف اللي في قلبك، ورغم كده
ما عجلش لك بالعقوبة، يقول لك والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. والحلم يقتضي ان في حاجة بتغضبه، واللي بيغضبه أشياء في قلبك بعيدة عنه، تعرف تروح له بإحساس المستحي الخجلان. وانت بتقرأ القرآن في القيام، وانت بتدعي في السحر مستغفر، وانت بتتضرع عشان تلين قلبك، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تعرف تقول له والله يا رب، والله والله بحبك وبتمنى قربك ومشتاق لك، لكن نفسي الأمارة، لكن الشيطان وسوس، لكن الدنيا غلبت عليا، يا رب أنا ماليش غيرك، أنا عبدك الذليل بين يديك، يا رب أتضرع إليك وأبتهل بين يديك ابتهال المذنب، ابتهال العاجز الضرير المستغيث بك يا رب، اللي ملوش حد غيرك، ليس لي رب سواك يغفر، ليس لي رب سواك يعفو، ليس لي رب سواك أتحبب إليه. يا رب إن كنت في يوم من الأيام آثرت غيرك وتوددت بقلب الغيرك، أنا ندمان، أنا بتحسر على كل لحظة كنت فيها أعمى، أعمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لما كنت مش شايف وكانت الدنيا مزخرفة قدامي، والشيطان زين لي الأعمال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، بعد ما كنت أعدائي وحاسس، وبعد ما كنت مقبل، وبعد ما كنت فاهم، مش عارف عقلي راح مني فين، مش عارف ازاي قلبي تشد لغيرك وهو عارف ان العذاب كل العذاب يوم ما يتعلق بغيرك، تعرف تروح له بإحساس الخجلان المستحي اللي واقف بين ايديك وهو متعطش لحنانك يا رب، وهو متحبب لقربك يا رب، يا رب يا رب ما تحرمني منك يا رب، يا رب يا رب ما تحرمني لذة قربك يا رب، يا رب قلبي من اللحظة دي يا رب مغلق، مغلق للتحسينات، مغلق لا يكون من اللحظة دي حب إلا ليك، حب إلا فيك، أنت الأول فليس قبلك شيء في قلبي، وأنت الآخر فليس بعدك شيء في قلبي. عايز أتعبد ليك النهاردة باسمك الفتاح عشان تفتح مغاليق قلبي، وأتعبد إليك باسمك الأول عشان ما يبقاش في قلبي غيرك، ما فيش حاجة قبليك يا رب. تعرف تروح له أول مرة ويكون عندك إحساس سيدنا موسى وهو يقول وعجلت إليك يا ربي لترضى، هم أولئي على أثري، يا ربي أرني أنظر إليك، قلبي اشتاق، قلبي ملهوف. عايزك تروح بإحساس سيدنا موسى وهو مفتقر، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا غلبان، أنا مسكين، اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير، وأعظم الخير إنك تصطفيني بحبك يا رب، فإذا أحببته كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، أنا مش عايز غير إن حبك يملأ قلبي يا رب،
ويفيد حبك في قلبي يا رب. يبقى ربي أحب إلي مما سواه، فدوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان. فلازم من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن اللحظة دي أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن اللحظة دي أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. عتبة الغلام كان يقول بقلب المحب: إن تعذبني بحبك، إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. يا رب اجعل حبك زي ما الصحابة كانوا بيدعوا ربنا، اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء، أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. يا رب فرح قلوبنا يا رب في هذه الليلة المباركة يا رب، بأن تفتحها لتكون قلوب محبة ليك يا رب. أول حاجة قلنا افتح القلب ده وتعجل بعمل صالح أول مرة، وادع ربنا سبحانه وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك قلبا سليما، قلب سليم سليم من كل الآفات، فصلح أن يكون محل لحب ربي سبحانه وتعالى. قلبي ملك ربي وربي حبيب قلبي. بس أنا وأنا بقولها دلوقتي وأنتوا أهلي وناسي، وأنا بقولها حاسس إنها محتاجة مجاهدة، حاسس إنها مش صافية، لسه في مشاكل جوه قلبي. يا ترى برضو عندك نفس المشكلة؟ حاسس إن أنت قادر تقول له بحبك يا رب، قلبي ليك يا رب، قلبي ملكك يا رب، ولا حاسس إن قلبك بيحب حاجات كتير أكتر منه؟ شوف لما يعدد لك ويقول لك: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وي من الأشياء اللي ممزقة قلبك، وده مشغول بتجارة تخشون كسادها، وده مشغول بالبيت اللي عايز يتجوز فيه وعايز يغير وعايز، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. اوعى يكون في قلبك غيره. عشان كده أنا عايزك بإحساس العبد الفقير اللي مستحي ومنكسر وحاسس بمعنى الحرمان، عايزك تناجيه أن يرد لك قلبك، قلب سليم، قلب منيب، قلب يرجو رحمته ويخشى عذابه. تاني حاجة النهاردة في الواجب العملي، إنك تتحبب إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والإلحاح على ربنا سبحانه وتعالى أن يرزقك هذا القلب. تالت حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس لما قال: أسألك قلبا سليما، قال: ولسانا صادقا. عايزين ناخد قرار النهاردة، القرار ده انه في رمضان وقت الإقبال ووقت اليقظة ووقت الذكر، ما بقاش فيه وقت للغفلات، عايزك تلح بالذكر. وانا بقول تلح وتدمن: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، من اعظم المطهرات للقلب، عشان القلب يصفو وينقى ويبقى صالح، انه يبقى فيه حب الرب تبارك وتعالى. انك تستبدل الكلام اللغو، وجرب كده
تقعد تتكلم وتعمل مش عارف ايه وتقول ايه, وبعدين تخش تصلي تلاقي دماغك راحت شمال ويمين, وصلنا للصين ووصلنا مش عارف فين, والمحاكمه النهارده كان فيها ايه, واخبار كذا, والشغل بكره, ويا ترى بكره تلاقي دماغك دخلت في 5000 حاجه. وجرب كده انك قبل ما تقوم تصلي تقعد كده 10 دقائق تستغفر, او تقول سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, تتحبب بالحبيبتين إلى الرحمن, أو ما يفتح الله عز وجل عليك به. جرب كده تلاقي القلب بقى مختلف. إذا كنت بجد, وده الوصفة الرابعة, عايز قلبي يحب الرب, فعلامة العبد المحب عرق الخدمة. إن المحب لله يحب النصب لله. عشان كده انا عايز ابشركم بناس, الله اكبر, والله اتصل علي ناس وهم يكادوا يبكوا, والله العظيم في خلال الثلاث ايام دول يكادوا يبكوا, يقول انا كنت عهدت ربنا ان انا اختم القرآن كل يوم, انا مش عارف جرالي ايه, انا ختمت القرآن في ليلتين. والله الذي لا اله غيره, في ناس في أمتنا بالشاكلة دي, في ناس في بلدنا بتعمل الشغل ده, في ناس بتقيم الحج علينا, وفي ناس الله أكبر وهي بتصلي تقريبا من العشاء للفجر, والله أكبر على ناس أعرفهم النهاردة صلوا في ليالي رمضان عدد من الركعات اللي صلى بالمئة ركعة وبالمئة وخمسين ركعة وبالمئتين ركعة, بيحب انه يتعب لربنا, بيحب انه يشقى ربنا. هو ده, إن العبد المحب لله يحب النصب لله. عايز قلب محب, يبقى لازم تثبت الكلام ده بعمل, بجهد, بسعي. لازم وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لازم يبقى فيه إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فعايزين نتفق على هذا الواجب العملي اللي قلناها علشان تبقى وصفة عملية لقلب يحب الرب. محتاج قلبي يحبك يا رب. تعالوا ندعي في السحر, عسى ان ربنا يتقبل منا وانه يأخذ بأيدينا ونواصينا اليه. ويمكن الليلة دي تبقى ليلة العتق, وخدوا بالكم للرمضان مهمة قوي, لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش انه في النهار بيبقى العتق, قال وفي كل ليلة عتقاء, الليل اللي فيه العتق. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلة. فتعالوا كده نجمع قلوبنا وانتوا بتتسحروا, وفي السحور دايما افكركم بركة, وان الله وملائكته يصلون على المتسحرين في الوقت ده اللي ربنا اثنى فيه على المستغفرين بالاسحار. تعالوا ندعي عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبلنا وهو يقول هل من سائل. يا رب, يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, يا حي يا حي يا حي يا قيوم, احي لنا قلوبنا يا رب, احي لنا قلوبنا يا رب, يا رب يا رب, نشكو اليك زيغ قلوبنا, نشكو اليك من تقلب قلوبنا, نشكو اليك من تغير احوالنا, نشكو إليك من تسلط الشيطان علينا, نشكو إليك أحزان قلوبنا بإحساسنا بالبعاد عنك يا رب. فيا رب, يا أكرم من سئل, يا أرحم بي من أبي وأمي, يا ذا الجلال يا رب العالمين, أسألك بكل اسم هو لك, سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك, يا رب يا رب يا رب, من علينا يا مولانا في ليلتنا هذه بأن تكتبنا من عتقائك من النار. يا رب أنت المنان, تثقل عبادك بالنعم وتسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة. ما نستحقش فضلك يا رب, بس ملناش غيرك يا رب, فما تحرمنا من قربك يا رب, ولا تحرمنا من حلاوة الإيمان بذنوبنا يا رب,
يا رب تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. يا رب شفع المحسن منا في المسيء، إن كان فينا من لا يرضيك، وإن كان فينا الشقي والعاصي، فيا رب فيا رب من لهم سواك يا رب. إن لم تغفر لنا، إن لم ترحمنا، إن لم تتوب علينا، تب علينا الآن الآن توبة ترضى بها عنا. يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، إن رددنا على أعقابنا بعد إذ هديتنا يا رب فلا نريد البقاء نريد القرب منك يا رب. يا رب نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب بغير حساب ولا سابقة عذاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، فأصلح لنا شأننا كله، محتاج حبك يا رب، يا رب أحبنا يا رب، يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا يا رب، ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك يا رب. نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نقول ولا نعمل، نعوذ بك أن نذكر فلا نتذكر، نعوذ بك من قول ولا عمل، نعوذ بك أن نقول زورا أو نخشى فجورا أو نكون بك ربنا مغرورين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب. لين قلوبنا يا رب، يا رب قلوبنا أسى يا رب، وملت غيرك يا رب، فما تحرمنا من قربك يا رب، ما تحرمنا منك يا رب، ما تحرمنا منك يا رب، يا رب لا تحرمنا منك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب تقبل، يا رب تقبل، أقسمت عليك يا رب أن تتقبل، تقبل منا دعاءنا، تقبل منا دعاءنا، تقبل منا دعاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.